احلى حاجه الناس اللي بتكبر دماغها، الناس اللي بتنفض باللغه بتاعت اليومين دول. يقول معارضوك انك اثرت غضب الفنان الكبير عادل امام بسبب تسريبك لاخبار الفيلم زهايمر. يعني خليني اوضح لك، لما دخل احد الصحفيين لما كان التصوير وهو صديق لك، ما اثار غضب الفنان عادل امام اللي قام بطرد الصحافي بعد ما علي صوته وثير غضبه. أنا ممكن أرد على السؤال 3 دقايق وممكن أرد بإجابة واحدة، ومحدش جالنا أساساً البلوتو ولا في حاجة من الكلام ده حصلت أصلاً.